بتعاني يا اما من عدم الانجاب، يا اما من موت الاطفال في الرحم، يا اما من الاسقاط المتعمد للاطفال، يا اما من رؤيه احلام باطفال ميتين، او وجدت في عائلتك شخص عنده قساوه على الاطفال، او بيعلم ابنه دائما يضرب اطفال الاخرين، او انت دخلت في مجال اسقاط للاطفال واكتشفت بعد فتره انه في شيء بيحاربك بهذا الموضوع، انه في نوع من الكراهيه للاطفال. فالموضوع هو اليوم مش بس بيخص الاطفال الحقيقه، راح نتوسع هذا الموضوع على قدر ساعه كامله. فمن فضلك لو عندك اسئله، انا خليت 7 اسئله هي الاساسيه، يعني مثلا راح نشوفها بعد دقائق هذه الاسئله اللي خليتها، ونفتح معكم الدرس افضل. هذا هو الروح اللي أنا راح أحكي عنه، ويمكن أنتم أكيد مر عليكم بفترات معينة، ولكن اليوم راح نتوسع أكثر شوي بمجال هذا الروح اللي راح نتكلم عنه. هو روح مولوك، من اسمه مولوك يعني ملك، مولوك يعني ملك، هو روح. وكان بالماضي عاملين له خيمة زي خيمة الاجتماع، كانت الناس تروح لخيمة الاجتماع تعبد الرب. مع الوقت بدأ هذا الروح اللي أمامكم هو يعبد في حتى في إسرائيل. فروح مولوك، روح مولوك هذا روح الملك اللي مسؤول عن عمليات الإجهاض، إجهاض عند النساء. هو روح قاتل الأطفال في الرحم، ونتكلم عن خطورة التعامل أو التواصل أو خطورة إسقاط الأطفال. وقلت هيك: لا تقتل، لا تقتلي ولا تستقبلي روح موت في الرحم. هذا الروح عادة يسكن في رحم المرأة، وأيضا يسكن عند الرجال، رح أوضح كيف يسكن عند الرجال، لكنه أساسا هذا الروح لمجرد حصول الحالات اللي أنا ذكرتها: موت الأطفال في الرحم، تشوه الأطفال في الرحم، ولادة أطفال معاقين، إسقاط الأطفال، عدم الإنجاب، كل هذا يدخل ضمن اختصاص روح مولوك. فاليوم رح ندخل فيه شوي شوي